ميشيل حايك وتوقعات الرعب، انفجار بارود وانفجار قرار في دولة عربية. شاهد الأخطر من توقعات نوستراداموس العرب. ميشيل حايك. أهلا بحضراتكم معنا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لنوستراداموس العرب ميشيل حايك والأخطر من التوقعات في عام 2023 للدول العربية. بفكرك بسرعة تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم، ولو انت جديد معنا ياريت تشرفنا بالاشتراك في القناة. كمان متنساش انك تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. ميشيل حايك بيتوقع ان عمان على موعد مع يوم أحمر قاسي، والأكثر من مرة شرارة هتندلع في البرلمان الأردني. طوارئ بتستدعي إقفال أكتر من جسر وطريق رئيسي لبعض الوقت. صورة هنشوفها فيها الملكة رانيا بحالة تشبه الوهلة. بيتحدى عالم الطيران الأردني الخطر. بيلعب الملك دور كبير في كسر وبيعملوا ركيزة أساسية في المنطقة بعملية مصالحات. القضاء الأردني برسم الاستهداف. بيتفاجئ الشعب الأردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة داخل الحكم. وهنشوف ملك الأردن بظهور غير بروتوكولي ما بيخلى من الخطر. الكشف عن خطة لإعلان الأردن مملكة للسلام. بين ليلة وضحاها هدية يمنية بتفتح الأبواب لمرحلة جديدة. إذا مش بصنعاء بمطارها حدث الأحداث بيقلب كل المقاييس المواجهة وردات الفعل. حرق بانتظار التحالف العربي لأجل اليمن. الإمارات الشيخ طحنون بينيم الإمارات على مفاجآت كبيرة وبيوعيها على مفاجآت أكبر. من جديد بتتوجه العيون على برج خليفة وبنشاهد مفاجأة المفاجآت، وبواحد من تحركاته وزير خارجية الإمارات هيتحدى الخطر. بيتدون اسم الشيخ محمد بن زايد بسجلات تاريخية ذهبية وبينطرح بقوة بكواليس الجوائز التكريمية العالمية. إمارة الشارقة على موعد مع حزن جديد. تمكين العلاقات وبناء جسور جديدة بين أبوظبي وقطر. تغيير مناصب وتبديل مواقع بتركيبة الحكم في أبوظبي. لن يبقى القصر الجمهوري وحرمه خارج المعركة في السودان، وداخله سيشهد حدث مثير. صمود البرهان ومنمعه صمود مؤقت. حمدوك محور الأحداث بيقلب التوقعات والواقع. اغتيال سوداني بيشكل مفعول رجعي لبعض نواحي الثورة. هستيريا عسكرية في أحد الشوارع. كمان من توقعات ميشيل حايك أن الثورات هتولد ثورات في لبنان. انفجارين داخل الثورة، انفجار بارود وانفجار قرار. بيبادر الثورة لتبني الحل لإحدى المعضلات خارج الساحات، لكنه مفصل وفقا للأحلام. ساحات الثورة حزينة على أحد أهل الفن. الثورة بتصدر ثوار والمرأة بتدخل لقلب النار. شخصية استثنائية من الثوار للحكم. للثورة ملكة جمال. ميشيل الظاهر تحسين الخياط وبيار الظاهر أحدهم صورة على إحدى الشاشات. الثورة بتحطم من نصبوا بعضهم آلهة. هجوم شرس على مكان بيقدم مأكولات ومشروبات وتحنيط شخصية كبيرة وذهول بيرافق الخبر. اهتزاز العلاقة بين الحركة وحزب الله. الواقع عباس إبراهيم بيمنع ملف من الانفجار. فخ الأفخاخ في المطار. صفارات انذار في مطار بيروت. ضجيج تهريب شخصيات باتجاهين على متن طائرة. لقب جديد لوليد قنبلاط. واحد من انفجارات لبنان في الماضي هيتكرر. نزوح بشري وحيواني من احدى مناطق الشمال. القرار الظني في انفجار المرفأ بيقلب 100 قلبة قبل ما يقلب كل التوقعات. قائد الجيش بين الحكم والحكم. الرئيس عبد الحريري بيلعب لعبة خطيرة جداً. الثورة بتطهر ذاتها وبتلفظ داخلها. هتشهد الثورة مد وجزر وفترات انتظار. استثمار كبير من ممتلكات الطوائف وتحويلها لبرامج صحية تعليمية. وضمان شيخوخة. رجال دين بيعلنوا استعدادهم للوصول أمام المحاكم. حجز حريات لرجال دين من مختلف الطوائف. مصادرة أوقاف ووضع اليد على وضع الأملاك وفتح أبوابها أمام الناس. فتح ملفات خطيرة جدا لرجال دين من الفئة الكبيرة. نشوء جبهة إصلاحية تصحيحية دينية. الوزير أشرف ريفي في كر وفر مع رئيس سعد الحريري. مفاجآت كبرى في أسماء الشخصيات اللي هيتحالف معاها ريفي. الدساتير والقوانين برسم التعديل والتغيير.
الزواج المدني هيكون مسموح في منطقة وممنوع في منطقة تانية. مساحة لبنان هتتبدل، وكذلك النشيد والعالم هيشهدوا تغييرات. خطف جنود إسرائيليين من جديد، والحزب على موعد مع تغييرات رئيسية في المرحلة المقبلة. القضاء والقدر بيترافقان مع مسار انتخاب رئيس الجمهورية، وهناك رئيس جديد للجمهورية. الرئيس ميشيل عون هيغادر قصر بعبدة بنفس الطريقة اللي غادر بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. الرئيس اللبناني الجديد هيعمل على اللبنان الجديد، حيث لا هم لا في الكهرباء ولا الماء ولا المدارس ولا الرواتب ولا المحروقات. الرئيس الجديد للبنان هيقوم بمقام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمصر. المجلس النيابي الجديد هيكون مجلس لمرحلة انتقالية. الدولار هيرتفع وينخفض على شكل رسور، نكسة لعدد كبير من المتلاعبين بالدولار، بيترك فيصل المقداد كتير من الحذر والخطر، وعلامة فارقة بتتبع المسؤولية اللي حطت على اكتافه. فجأة هتتذكر منطقة سورية كأرض مقدسة، مش بسهولة هيعرفوا الناس حقيقة اللي هيحصل بين مجموعة مقربة من الرئيس الأسد، وخطوة جريئة بتترافق مع ضجيج إعلامي لفك لغز أحد السجون السرية وإطلاق حقيقة ذات صلة بأسماء مغيبة. حشود وعجقة وتجمعات بالسويداء وضبابية المشهد تمنعني أعرف إذا فرح أو حزن أو استنكار أو ثورة. انتفاضة انتقامية بعد صمت طويل للسلاح السوري الإيراني لردع الغارات والخروقات الإسرائيلية. انبهار مؤقت بمشهد غريب في سيدناي. عودة الهيبة السورية لسوريا. قرار الاغتيال برفع الحصانة عن بعض الرؤوس المحرمة. أسماء الأسد أمام معادلة جديدة بتتصدر واجهة التحركات. كبار الممولين السوريين وأصحاب رؤوس الأموال إيد بإيد لفتح الثغرة بجدار قانون قيصر، لوضع حجر الأساس بقاعدة إطلاق النهضة السورية. سوريا الخير رجع ولو بخطوات خجولة. تراب الجولان والقنيطرة مزيد من الدم والجغرافيا بهالموقعين وبرسم معاهدات جديدة. عفو رئاسي ما بيشبه ولا عفو، والغاية فرصة وتسهيلات لعودة رؤوس الأموال وأصحابها إلى سوريا. الانتخابات الرئيسية بتترافق مع مشاكل بعضها وهمي مفتعل وبعضها حقيقي، وعلامات استفهام حول موعدها. بالأفق أكتر من سيناريو، وفجأة أعداء الأمس أصدقاء سوريا بكرة. بشار الأسد من مغامرة لمغامرة ومن دون حذر، وبيفاجئ السوريين وغير السوريين بحل كبير. متابعين الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ميشيل حايك لعام 2023 للدول العربية. بشكركم جدا على حسن المتابعة. متنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وحنستنى تعليقاتكم وأراءكم. ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.